دكتور ممكن حضرتك تكلمينا عن تشوهات الأنف التجميلية؟ تشوهات الأنف تعتبر من الأشياء اللي جداً منتشرة مخيفة في المجتمع، تكون عادةً بسبب إصابات أو بسبب حوادث أو لا سمح الله بسبب أمراض أورام أو بعد الحروق، اللي يتجه الشخص إلى طبيب الأنف علشان يصلح التشوهات الموجودة بسبب الإصابة. التشوهات الخلقية نشوفها عند سن مبكر أصغر في العمر، ويتجه عادةً المريض إلى دكتور الأنف والأذن أو إلى دكتور الأطفال اللي يحوله بالمقابل إلى دكتور أخصائي التجميل أو تجميل الأنف. في المرحلة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة بسبب السوشيال ميديا، الإنستغرام والتويتر والسناب شات، لاحظنا تزايد كبير في عدد الناس المقبلين ما عندهم أي تشوهات خلقية أو بعد إصابة، بس حابين يغيرون مظهر الأنف من الناحية التجميلية. والسبب الرئيسي أثبت أنه مع السوشيال ميديا والصور اللي بتتاخذ أو السيلفي، الواحد صار يركز أكثر على مناخيره، بيشوف إيش العيوب اللي ما كانت واضحة من قبل. فلاحظنا في تزايد يعني واضح جداً في الفترة الأخيرة بسبب السوشيال ميديا على العمليات التجميلية اللي ما تكون مصاحبة لأي تشوهات خلقية أو إصابة. عمليات تجميل الأنف عند النساء تعتبر أكثر عملية قبولاً من النساء من ناحية تجميلية عملية الأنف، ورابع عملية بالنسبة للذكر أو الرجل. وعمليات تجميل الأنف يعني تكون مختلفة، وايد ريج، من فتح الأنف أو من عن طريق من غير جراحة أو من غير فتح الأنف. في أيضا ممكن تجميل الأنف بطريقة الأبر أو بطريقة الفيلرز من غير أي تدخل جراحي. شكرا جدا لحضرتك.